شهر الورد تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك بما يسبقه من استعدادات وطقوس ألفها المغاربة بمختلف شرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم المادية، إلا أن العيد هذه السنة يأتي في ظل أزمة اجتماعية يعيش على وقعها أغلب المغاربة. في هذا السياق انتقلت أصوات لاستفسار أصحاب الضيعات عن سبب ارتفاع أسعار الأضاحي. أكد زكريا الرحموني صاحب ضيعة بالعرجات بالقرب من مدينة سلا أن جودة الأكباش متوفرة وسبب ارتفاع أثمنتها راجع لارتفاع سعر العلف، كما أن الأكباش المعدة لعيد الأضحى لا ترعى بل تربى داخل الإسطبلات بما يجعلها تستهلك 3 دفعات من العلف يوميا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الضيعة ديال الحاج زكريا الرحموني من نواحي العرجات في هذه المناسبة ديال الأضحية ديال العيد إن شاء الله. الله يدخل لنا بالخير والبركة إن شاء الله. دابا الأثمنة ديال هذا العام ماشي الأثمنة اللي دازت العام فايت، طالعة شي شوية حيت دابا العلف طالعة شي شوية غالي، والأثمنة باش كطلع على حساب العلف إلا طالعة إنسان راه كيما عارفين كطلع الأثمنة. ودابا كانت السردية كبيرة وكان موية وكان صغيرة في هاد الضيعة، دابا هادي هي الكبيرة في هاد النوع ديال السردية، والأثمنة ديالها 6500 على حسب الحجم ديال الحلي، كل حلي وثمن ديالها، والمناسبة على حسب الماكلة اللي كياكل، كياكل الشعير والذرة والفصة فيب والنخالة و وعاوتاني كياكل التبن والفراج شي اللي كياكل نهار كامل. الأثمنة باش طلعات العلف طالع غالي، دابا الأثمنة هي اللي كتطلع، دابا الأثمنة ديال الحولي هو العلف ديالو اللي كياكل على حساب الإنسان داكشي اللي كيعطي في الماكلة ديال الحولي. دابا هاد الحولي دابا كياكل هو الذرة، كياكل الفصا بيك والنخالة والشعير كان الخرطان، هو الخرطان هو حتى الخرطان كنعطي الخرطان مزيان، الخرطان كيعطي الدم مزيان للحوت. الفرق العام اللي فات ماشي بحال هذا العام، تقريبا من تزاد واحد 2000 درهم تزاد على العام اللي فات بالنسبه للأثمنة ديال العام اللي فات. العام هذا العام حيت دابا العلف هو اللي طالع، والعلف ما كانش قليل في البلاد وداك الشيء، والانسان اللي عنده وراه صعيب شي شويه مع هذا المشكل ديال كورونا والمشكل ديال الشيء ديال الحرب وداك الشيء، داك الشيء باش العلف قليل شويه في البلاد، والاثمنه طلعات ونطلبوا الله ينزل شي رحمه من عنده صافي نعاونوا يعاونوا المسكين. المسكين دابا هو اللي الله يكون في العوان، الله يكون في العوان، شي داعم ولا شي حاجه يعاونوا المسكين الله يكون في العوان. صعيب هذا العام ان شاء الله، ان شاء الله بحول الله هذا العيد انسان الله يكون في العون، نطلب الله يفرج ما عنده ويسهل امور للجميع والله يجيب التيسير. السلام ورحمه الله وبركاته، الاسم وهي ابراهيم. اليوم جيت خرجت انا وشي اصدقاء ديالي عند شي اخوان هنا في العرجات باش نشوفوا الحولي، والحمد لله دخلنا شفنا الحمد لله الخير موجود، تبارك الله ازيد من 100 راس عند الناس هذو هنايا في السهول، كاين المليح عالفين شحال مزيان تبارك الله، وثمن الحمد لله في استطاعة الإنسان بكل وجهه ديالو يمكن يعيد، اللهم لك الحمد. الخير موجود، وما الشتا اللي طاحت عليها الحمد لله في هذا اليوم والبارح الحمد لله كل شيء ناشط، اللهم لك الحمد، والخير موجود الحمد لله، الخير موجود الحمد لله. هو بالنسبة للمليح هذا العام المليح أحسن من العام اللي فات صراحة، أنا مولف كنشري وكنشري منها من الكوري بحال هكذا، كنشري كان المليح أحسن صراحة. فالعام اللي تخديت ولكن هذا العام هذا احسن، والثمن واخا زايد شي شويه، المهم كاين المليح حسب العلف، لا حسب العلف كاين الثمن في كل بلاصه، السواق فيهم الثمن. ولا بعدا كيفاش كتتم العمليه ديال الحوايج، كيفاش كتجيبو من البدايه وكيفاش من البدايه كتديع عليهم كتضرب عليهم طريق، كتمشي للحوز تقلب عليه حتى كتقلب والناس كيقلبوا كترغب رغيب عاد كتجمع هاد البركه. تقريبا ديال المده وما عندكم ربع شهر، ربع شهر وما عندنا حنا دابا تقول ربينا. شنو بالنسبه للعلف اللي كيتعطى؟ العلف الخرطال الشعير فرينات ريتيكا فصه، هذا هو العلف ديالو.
كل هاد الفايشات اللي كاينين هنا دابا هادو هاد الزرع كاملة مزرعة، الدرا كامل الدرا كاينة. الثمن الثمن قاصح لا حساب العاد، ما كانش الثمن قاصح راك ما خارج بوالو في هادشي، راك حاضر الناس وصافي. ليش أنا هادشي اللي كاين. كاين شي فرق بين العام اللي فات والعام؟ كاين فرق كبير، الثمن على العام الآخر. كل من هي حاجة من الزرع أول الأول. أي حاجة راه فيها فرق هاد العام على العام الآخر. شوفوا الحوالة عند هاد السيد هذا، عنده المليح، عنده الصرادة. شي حاجة مزيانة تقريبا كلشي تباع، بقات شي حاجة قليلة. حوالة مزيانين، غير هو الثمن شوية كاين الثمن، وإني المليح بثمنو ناقص بثمن. نطلبوا من الله. كيداير زعما السوق مقرر مع السنوات؟ تقريبا ما كاينش، كاين الفرق شي شوية. كاين الفرق شوية ديال 1000 درهم زايدة في الحولي بالنسبة للعام الآخر لهذا العام. كاين الجودة عنده الصرادة مليحين، 6000 درهم باش يبيع مليح. ايوا تنطلبوا من الله يطيح شويه السوق، لا كاين اللي عنده باش يشري وكاين مسكين اللي ما عندوش. هاي الكسابه خصنا نقول لهم يحاولوا على خوتهم شي شويه، ياكلوا شويه ويحاولوا شويه، لان الناس مضرورين وحتى هما مضرورين، واني الحمد لله البركه كاينه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.